مشاهدينا الكرام، يشرفنا الآن من القاهرة كذلك سيادة اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيادة اللواء، نشرف بانضمامك إلينا. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن خلية أزمة منعقدة في البيت الأبيض من وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس مدير المخابرات الأمريكية CIA لإعادة الناس الذين هجروا من شمال إسرائيل ومن جنوب لبنان كذلك، ووقف التصعيد، يعني خلية سلام منعقدة الآن في البيت الأبيض. نفس الكلام تقريبا الذي يكرره له سنة بشأن غزة ولا يحدث. كلام سيادة اللواء في تصورك متعمد أن يغرق النار المشتعلة في الشرق الأوسط بأياد إسرائيلية، أن يغرقها بالكلام لا أكثر؟ أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بمشاهدينا في الكرام. اسمح لي في البداية أن أعقب على جلسة مجلس الأمن الجارية. تفضل سيدي أرجوك. وأؤكد مع حضرتك ما ذكرته في بداية لقاء حضرتك أو في بداية برنامج حضرتك، أن معظم المتحدثين أو يعني ما تم الإعلان عن تحديثهم حتى الآن، سواء نائب المندوبة الأمريكية أو المندوب البريطاني أو المندوب الفرنسي أو الياباني أو حتى الروسي، كلهم يؤكدون على مجموعة ثوابت. ما هي هذه الثوابت؟ هو أن الحل للتصعيد المتواصل حاليا أو المتبادل حاليا هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل الأسرى. أيضا بيؤكدوا على الالتزام الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعودة إلى وقف العمليات وإجراء تحقيق كامل وشامل في التفجيرات التي تمت، سواء في وسائل النداء الآلي واللاسلكي، ما تم في لبنان وما تم في بيروت. أيضا دعموا عمليات التهدئة وتجنب التصعيد، هذا إلى جانب أنهم كلهم أكدوا على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد، وأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة برضو هو ده يعني هو ده الحل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة. هذا إلى جانب أن أنا عايز أقول لحضرتك أن ما يحدث حاليا من تصعيد متبادل على الجبهة الشمالية لإسرائيل، ده بتعكس رغبة حقيقية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تخفيف أو تخفيض حالة الاهتمام بما يحدث في قطاع غزة والرغبة الإقليمية والرغبة الدولية وضعف الإدارة الأمريكية على مدار ما يقرب من داخلين على عام، في أن هي تحاول أن هي تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لمحاولة الاستجابة لوقف إطلاق النار أو المطالبات بوقف إطلاق النار وتبادل الصفقة. أما ما أنت عفوا سيادة اللواء، أنت تصفه بالضعف بين قوسين أم أنه أمر مختلف؟ يعني دعم يتخفى تحت ما يوحي بالضعف، يعني الإدارة الأمريكية لا تملك في لحظة انتخابية كهذه إلا أن تقول لإسرائيل شبيك لبيك. يعني هو بالفعل يا فندم هو ضعف أمام المجتمع الدولي بصفة عامة وأمام نتنياهو بصفة خاصة، لأن نحن نرى أن نتنياهو يراهن على الوقت الحالي على المماطلة لحين تولي رئيس جديد لأمريكا للولايات المتحدة الأمريكية في يناير القادم، لأنه يدرك تماما أن أي صفقة تتم في الإدارة الحالية اللي هي إدارة بايدن الديمقراطية لا قيمة لها، قد تؤدي إلى الإحاطة به شخصية. أيوة. لذا يعول على الوقت لحين وصول مرشح جمهوري يرى أن هو ده هيبقى سند بالنسبة له في أن هو يستمر في الفترة بتاعته وحتى الفترة القادمة. وعشان كده أنا بقول أن إسرائيل برغم استمرار العمليات العسكرية اللي بتنفذها في قطاع غزة، رغم أن هو شكليا كده أن هي بتحاول أن هي بتظهر أن هي بتحجم الأعمال القتالية اللي كانت مستمرة، ولكنها مستمرة أيضا في العمليات العسكرية في محيط نتسريم بقوة الفرقة 252 احتياط، سواء في حي الزيتون
او في تل الهوى في عمليات القصف الجوي المستهدف بشكل يومي، او في اطار الجبهه جبهه رفح، وده بقوه الفرقه 162 شغالين ضرب مستمر في مناطق تل زغرب وتل السلطان وكافه المناطق، الى جانب استهداف المناطق شمال قطاع غزه. ما يحدث ثم نجد ان الجيش الاسرائيلي يقوم باعاده نشر فرقه كانت تعمل امام قطاع غزه في منطقه وسط قطاع غزه، هي الفرقه 98 ابرار جوي، ويعيد تمركز هذه الفرقه في المنطقه الشماليه استعدادا او رساله ردع تجاه حزب الله، ان هو بيوصل لهم رساله انا بجهز وبستعد بثلاث فرق بالاضافه اللي هو 12 فرقه 36 مدرع بالاضافه للفرقه 146 علاوه على الفرقه اللي سحبها من المنطقه الجنوبيه من امام قطاع غزه الى المنطقه الشماليه. كل ده في اطار ان هو بيعمل استعدادات جديه من اسرائيل لاحتمالات تصعيد ميداني على هذه الجبهه، وعدم مراعاه للضغط الامريكي ان هو مش عايز يصعد العمليات او يبقى في عمليات تصعيد قد تؤدي الى حرب اشمل او حرب اقليميه. هو لا ينظر الى ذلك، ولكن هو النظره الوحيده التي ينظر اليها هو رغبته الحقيقيه في ان هو يستمر اكبر فتره ممكنه. هل قدرنا ان ننتظر حتى بدايه 2025 حين يجلس الرئيس او الرئيسه في البيت الأبيض ونحن مكتوفي الأيدي سيادة اللواء في مواجهة هذه العربدة الإسرائيلية؟ هل هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمام الإقليم في تصورك؟ هذه الرغبة الشخصية له، وها في ظل تعنته وفي ظل استمرار تمسكه بتواجده في على رأس السلطة في إسرائيل، ولكن انا عايز اقول لحضرتك ان في جهود حثيثه بتتم، وسواء جهود مصريه او جهود مع دول الوساطه ومع الجانب الامريكي والجانب القطري، والكلام ده اكده فخامه الرئيس حين خلال لقائه مع وزير الخارجيه الامريكي في مصر خلال اليومين اللي فاتوا، اكد على رفض اي محاولات اسرائيليه تؤدي الى التصعيد وتوسعه نطاق الحرب الى حرب اقليميه، كما اكد على دعم مصر الكامل لما يحدث في لبنان في مواجهة الهجوم السيبراني اللي حصل وتعرضها أو تعرض لبنان يعني لأمن تعرض الأمن اللبناني لحالة من عدم الاستقرار. أيضا نجد أن هناك وعي من القيادة المصرية لأنها أكدت وشددت على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة. الحل الوحيد اللي جميع مندوبي الدول المتواجده في مجلس الامن حاليا كلها اشارت الى هذا الحل، هو وقف اطلاق النار. السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقه هو وقف اطلاق النار، ولكن نجد انه من الطرفين سواء من الطرف الاسرائيلي او من حزب الله، حزب الله طبعا يقابل بضربات مؤلمه لقيادات عليا داخل الحزب، منهم طبعا اخرهم اللي هو ابراهيم عقيل ده قائد قوه الرضوان. قائد قوه الرضوان دي تعتبر قوه تسمى قوه النخبه في حزب الله. قوه النخبه في حزب الله بتمتلك ترسانه كبيره جدا من الصواريخ. بالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه تعتبره ارهابيا من الفئه واحد، الفئه العالميه المطلوبه، وتخصص عده ملايين من الدولارات كمكافاه للارشاد عنه سياده اللواء. بالفعل يا فندم، لانها تتهم ابراهيم عقيل بانه صاحب تفجير السفاره الامريكيه في بيروت في عام 1983، كما انه شارك في العديد من العمليات. وايضا كما اعلن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي بان كل ما تم استهدافه من قيادات من حزب الله سواء يعني عقيل او علي جعفر اللي هو نائب قائد قوه الرضوان، كلهم كانوا مشاركين فيه. هو بيدعي انهم كانوا مشاركين في التخطيط لعمليات السابع من اكتوبر. وهي كلها ادعاءات طبعا. الهدف منها هو تحقيق نص
لمحاولة إرضاء الرأي العام. لكن انظر سيادة اللواء إلى ذكاء الشياطين، لأنه يقدم في ذات الوقت مجاملة للولايات المتحدة الأمريكية بقتل عدوها بين قوسين، وهذا أدى إلى أن تواصل وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي وأكد له على تأكيد أمريكا على الحفاظ على أمن واستقرار إسرائيل. طبعاً يعني طبعاً. لماذا ذلك؟ أرسلوا حاملة طائرات أخرى ترومان إلى الإقليم، يعني إن حدث أن هددت إسرائيل لدينا حاملتا طائرات لحمايتها سيدي. بالفعل يا فندم، وإن إحنا طبعاً نرى أن إسرائيل لديها إصرار على العبث بالأمن الإقليمي، ودائما تعمل على انتهاك سيادة الدول دون أي احترام للقوانين والأعراف الدولية. واللي برضو من ضمن الحاجات اللي أكد عليها مندوبي الدول في مجلس الأمن اليوم هو التأكيد على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي إنساني. كلام سيادة اللواء، كلام ضجرنا من هذا الكلام الذي بالتأكيد حاملة الطائرات الأمريكية الإضافية أقوى منه وتجعله بلا معنى تقريبا سيدي. بالفعل يا فندم، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك ما يحدث، سواء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي تمت يوم 18 صحيح، واللي اعتمد قرار بتطالب فيه إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهر، ورغم أن هذا القرار ليس ملزم لإسرائيل، ولكنه إثبات للحق يكشف عن حجم الدعم الكبير للجانب الفلسطيني، وإثبات لحق الفلسطينيين في مطالبهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو. وردة جديدة في السترة الفلسطينية سيادة اللواء، لكن على أرض الواقع ولأننا نعيش في عالم معوج، القوة هي التي تفرض إرادتها للأسف الشديد. سيادة اللواء، سؤال أخير يتعلق بهذه العملية العجيبة شديدة التعقيد التي أدت إلى المأساة التي شهدناها خلال الأيام الثلاثة الماضية وتفجير أجهزة الاتصال في لبنان. هل تتصور إنه الأجهزة التي من واجباتها إمداد الجيوش النظامية العربية بأجهزة الاتصال عليها أن تراجع نفسها بناء على هذه العملية الإسرائيلية الأخيرة؟ وطبعا بما لا شك فيه أن العملية النوعية الأخيرة التي تنفذت دي بتثبت تفوق إسرائيل سواء في المجال الاستخباراتي أو التقني، وده دي حاجة نشهد بها جميعا. ولكن عايز أقول لحضرتك أن هذا ليس دليل على أن الأجهزة اللاسلكية التي تتواجد في باقي الدول العربية أو جيوش النظامية يعني تبقى معرضة لمثل هذه التهديدات السيبرانية، لأن هناك من الإجراءات التأمينية للقوات النظامية ما يجعلها أن هي تبقى محصنة ضد هذه الهجمات السيبرانية. هذا كلام مبني على معرفة سيادة اللواء. ده مبني على حقائق ومعرفة وتواجد عناصر متخصصة للحماية الإلكترونية من الهجمات السيبرانية. طمأنتنا والله سيدي الكريم بعض الطمأنة، لأننا في إقليم خائف وهذا طبيعي بعد تلك الجرائم الإسرائيلية المتتالية. سيدي أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، شرفتنا من القاهرة.